لي سالي ونطير معك في ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك لي سالي ونطير معك السلام عليكم خواتاتي الزوينات والفنانات والغاليات على قلبي كيف دايرين لاباس عليكم هانيين هانيين اموركم هانيه كنتمنى تكونوا بالف خير ومرحبا بكم معايا اليوم ومئة الف مرحبا في فيديو جديد فيديو البنات ديال النشاط ديال الطاقه الايجابيه اكيد نبدلوا الجو شويه ونبدلوا من الروتينات شويه ومشوا النشاط عاوتاني ما نبقاوش عاوتاني غير الشقه والروتينات وداكشي مشوا عاوتاني النشاط نبدلوا شويه البنات الجو ما نبقاوش يعني دائما في نفس الروتين. والمهم اخواتاتي الزوينات ان شاء الله حنايا عندنا غدا عندنا واحد اسبوع ديال العائله ديالنا ايوا قلنا ضروري ما نمشيو مقادين ونفركسين ونكونوا هما هذوك اكيد انا ضروري راكم عارفين البنات اللي مشيتوا شي مناسبه ضروري كتبغي تقادي وتفركسي وتبدلي الجو ما تبقايش دائما في نفس هذاك الروتين وفي نفس الكآبه وداكشي. المهم اخواتاتي الزوينات هنا درت الحنه نقش يديا قشهم بجوج كنت درت لكم النمره ديال النقاشه البنات اللي بغاتها مرحبا راه النقش ديالها البنات زوين بزاف كتنقش زوين ودابا من بعد ما نقشت وساليت غادي نلصق واحد غنلصق الضفران غادي ندير شي ضفران نلصقهم نشارك معكم واحد الضفران اللي بساطين تقدري غير انتي تشريهم وتلصقيهم صافي ما قال بردي ما قال قطعيهم ما قال حتى شي حاجه الطول ديالهم زوين ساهلين ماهلين غنشاركهم معكم وغنديكم ان شاء الله معايا الاسبوع تنشطوا معايا وتفوجوا شويه وتبدلوا كيف ما قلت لكم الجو اخواتاتي الزوينات. المهم دابا غادي نلصقهم ونشارك معكم الطريقه ديالي وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو. دابا البنات الحويجات اللي غادي نحتاج باش نلصق هاد الضفران هادو اكيد اول حاجه كتحتاجوها هما الضفران شريت هادو البنات كيتباعوا ب 15 درهم الطول ديالهم زوين يعني ما طوالينش بزاف طولهم زوين اختاريت انا هاد الشكل هذا ها نتوما شوفوا البنات اختاريت هاد الشكل هذا شوفوا هنا في هاد الوريضه هادو هما اللي غادي نركبهم وغادي نحتاج الكوله كاين الكوله ديالهم راه كتكون معاهم الكوله ديالهم هي هذه غير انا البنات قلت من الاحسن ندير كوله اللي مجرباها وعارفاها كتلصق مزيان. المهم هاد الكوله راه تقريبا بشي 12 درهم وغادي نحتاج المبرد صافي هادشي اللي غنحتاج ثلاثه الحوايج اللي غادي نحتاجهم هما هادو ها هي بنتي حتى هي معايا حتى هي بغات تلصق الضفران. هنا البنات اول حاجه غادي نديرها هي غنشوف الضفيرات اللي غادي يجوا على قد الصبع ديالي فهاد الضفيرات هادو كاين الضفر اللي كيكون يعني كلهم ماشي نفس القياس كاين الضفر اللي كبير وكاين الضفر اللي كيكون صغير شويه مثلا هذا الضفر صغير ها نتوما البنات غادي نجربوا هذا الضفر صغير جاني هو هذا كبر منه بواحد شوي ولكن ماشي مشكل مادام ما باينش ماشي مشكل غادي نخليه مادام صافي جاني هو هذاك واخا كبر منه بواحد شويه ولكن ماشي مشكل. المهم غنشوف الضفر اللي غادي يكون موراه هو هذا نركبو فحال هكا ضروري البنات ما كتشوفوش جاكم ولا لا انا ما غنديرش هذا غندير هذا اللي في هذه الحجره هذه هو اللي غادي يجيني هنا هو اللي غنديرو هنا البنات ها نتوما هذا اللي فيه الحجره هو اللي غنركبو هنايا كتبقاو فحال هكا كتستفوهم هنايا هذا حتى هو فيه الحجره هو اللي غنركبو عاوتاني في الجهه الاخرى وهادو غنشوف فين غادي نركب دابا كل حاجه صافي البنات هنا اختاريت الضفيرات اللي غادي نديرهم صافي تشاطوا لي جوج ها نتوما شاطوا لي البنات هاد جوج هادو
صافي وما حطيت الضفيرات اللي غادي نديرهم. ضروري البنات ما كتستفون بحال هكا، الضفر الصغير اللي تابعوا اللي تابعوا اللي تابعوا، باش يكونوا عندكم قاعدين باش تخدمي وانتي مرتاحه وعارفه كل ضفر فين غادي يكون. المهم البنات غادي ناخذ دابا هذا المبرد، هذا غادي نبرد هاد الضفيرات هادو بهاد الطريقه هادي. علاش تنحكهم بحال هكا بهذا المبرد؟ باش منين ندير الكوله تلقي لصقوا لي الضفران مزيان وما يتحيدوش. ها انتم، طريقه سهله بزاف، كنحكهم بحال هكا مزيان باش يلصقوا لي مزيان. كنبقى دابا غادي على نفس الطريقه حتى نحكهم كاملين، حتى نحك الضفيراتي كاملين. صافي البنات، من بعد ما حكيت الضفيراتي كاملين بالمبرد، تناخذ هنا الضفر اللي غادي نلصق. كديروا ليه الطريقه هذه قبل ما ديروا ليه كولا، حتى كديروا في حالك هاد الجديده هذه اللي كتكون هنا، تحاولوا تهزوها شويه باش الضفر يجيكم تحت من يجي تحت من الجلده، يعني الجلده تكون الفوق والضفر يكون لتحت باش يبان الضفر ديالكم طبيعي. بهذه الطريقه هذه كتوركوا غير واحد شويه ديك الجلده كطلعوا شويه الفوق باش ديروا ليها بلاصتها. صافي اخواتاتي الزوينات، غناخذ في حالك الكولا غندير شويه وغادي نلصقهم بهذه الطريقه هذه. كتوركوا مزيان ملي كديروا البنات الكولا، حاولوا توركوا مزيان باش هنا الضفر يلصق لكم مزيان، ما يبقاش الفراغ ما بين الضفر ديالكم وما بين الضفر اللي غتلصقوا. ها نتوما صافي، من بعد ما وركت مزيان ها هو لصقتو، غنبقى غاديه بنفس الطريقه حتى نلصقهم كاملين. من بعد البنات ما لصق الضفران هذا هو الشكل النهائي ديالهم، شوفوا شحال كيجوا زوينين. هادو الحاجه اللي فيهم زوينه البنات انهم مسبوغين مقادين، وحتى الطول ديالهم مناسب وزوين، ما طوالينش بزاف وما قصارينش كاع، يعني الطول ديالهم مناسب. تي نوضح لكم هذا هو الشكل النهائي البنات للضفيرات اللي لصقت اليوم معاكم. ها نتوما ساهلين، فيهم غير الغوز مفتوح وفيهم البريوم من الفوق، هذا هو الشكل ديال الضفره اللي لصقت اليوم. هادو باش زوينين البنات كتاخذوهم مصبوغين مقادين، غا كتجي وكتلصقي يعني مقادين. صافي انا هذا هو اللون اللي عجبني، حتى انا عجبني فحال هكا مفتوح. صافي وها انا ركبتهم بسهوله. ارحمي يا راحت لعقل ترحامي، من شفاهات طال صخامي، كيف لقى حيور وانتي مسلية ربي يا رمز الفطمة. ارحمي يا راحت لعقل ترحامي، من شفاهات طال صخامي، كيف لقى حيور وانتي مسلية ربي يا رمز الفطمة. يتعن ويزيد بالجراح عدامي في غراب هاد الدامي، غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنوان ابن رحمة. دابا البنات يلاه جينا، يلاه جيت البنات من الصالون، جيت كنجري، مازال ما شاركتش معكم جليلي بني خيط، من بعد ما لبسها غنشاركها ان شاء الله معكم. هذا هو الماكياج البنات اللي درته خفيف بزاف، كيعجبني الماكياج يكون خفيف، والحفله راه كاينه لتحت، يلاه غادا ننزل دابا.
وخليكم معايا ان شاء الله حتى لاخر الفيديو وما تنسوا. Thank you.
مرحبا تبارك الله عليكم وتحية الناس المجرة هنا مبالي المجرة ايه انا هو كنتمنى اخواتي الزوينات الفيديو ديال اليوم يعجبكم وراكم عارفين في الاخر كيكون الماكله وعاد اكيد نشطنا بزاف هاد الاسبوع هذا وضحكنا فيه جمعنا لاننا شحال هادي من بدايه ديال كورونا ما بقينا تجمعنا وضحكنا ونشطنا وبدلنا الجو صراحه عجبنا الحال بزاف كاملين ونشطنا كنا ودازت ليله اللي زوينه بزاف وشاركتها معكم كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم شكرا لكم بزاف المشاهده شكرا التشجيعات ديالكم